أين فرحة العيد؟ بهذه الجملة تساءل العراقيون في ظل ارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن السكان باتوا يبيعون حاجيات قديمة على الأرصفة لتأمين قوت يومهم. ماكو عيد، هاي ناس كلها فقرة، ناس فقرة ما عندها عيد، جاي يبيع له واير، جاي يبيع له سيم، هذا يبيع له بلوز، هذا يبيع له مكرم سامع قندرة عتيقة، هذا حاط له سبحتين بيده دا يبيعهن، يعني هاي مو شغلة، هاي هذا الفقير منين يجيب؟ هاي الشغلة هو هذا عيد. في العراق أصبح الكثير من العراقيين مضطرا لشراء الألبسة المستعملة أو ما يعرف بالبالة، بينما بقي شراء الملابس الجديدة محصورا بطبقات محددة. طبقات البرجوازية ما يهمه يروح يشتري من المولات، يشتري من هاي المحلات الألبسة الجاهزة الحديثة، والمواطن اللي ها حالته وسط يشتري المستعمل من البالات موجود هنا في منطقة الميدان وفي منطقة الكاظمية وفي منطقة واكو حتى بشارع فلسطين يبيعون بالات يعني جيدة مثل ما يقول مستوردة، هذا السكند هاند. قد يستطيع البعض شراء الثياب المستعملة بعدما عزت الجديدة منها بسبب الغلاء، إلا أن هناك من لا يستطيع تأمين أي ثياب لأطفاله. هدوم ما أقدر أشتري لهم، هل أنا مهزوم من البيت على مود ملابس يقولوا لي اشتري لنا بابا، ما أقدر أشتري لهم، ما عندي، أنا قوم دبر العيش الطماطات والباذنجان قوم دبر، منين أجيب؟ غلاء الأسعار تزامن مع انخفاض قيمة الدينار في ظل وعود حكومية اعتاد العراقيون على سماعها دون أي تنفيذ لها. محمد الشاع السوداني عمي، الدولار هسه صار 148، هسه احنا غيدا 103، شوك تتنزل يا عمي؟ الفقير بده يعيش، الفقير انا من الصبح لليل قاعد بالستة عيشه ما جايب لاهلي، الله اكبر عمي، الله ما يقبلها، الله ما يقبل الدولار 148 149، فقير شي يعيش؟ راح شوف البسطاء العالم القاعده ما تحس بينا. يتكرر مشهد المعاناة وعدم قدرة الأهالي على تأمين حاجيات العيد في كل عام، ويرى مراقبون أن هذا المشهد لن يتغير ما دام نهج حكومات المحاصصة والفساد في العراق ثابت لا يتغير.